مرحبا. الهدف من هذا الفيديو تعليم الموظفين والمتطوعين كيفية تسجيل الأشخاص على المنصة لأخذ اللقاح في حال وجودهم بمناطق خارج التغطية. أولا، مطلوب الاتصال بالإنترنت والدخول إلى الصفحة الرسمية للتسجيل لتلقي اللقاح والضغط على فقرة الدخول للتسجيل لأخذ اللقاح خارج خدمة الإنترنت. ثانيا، لتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية المطلوب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور يلي تم تثبيتكم فيهم من قبل المنسئين. ثالثاً، المطلوب حفظ الصفحة الرئيسية لأنه في حال انقطعت خدمة الإنترنت عنا بإمكانكم الاستمرار بتسجيل الأشخاص وملء عدة استمارات. رح نقوم بتعبئة استمارة بالوقت. بعد الانتهاء وعند الإرسال رح يتم إعلامكم أنه تم حفظ النموذج لإرساله بمجرد الاتصال بالإنترنت، ورح يظهر بأعلى الشاشة أنه عدد النماذج اللي ناطر الإرسال هو 1، وفي حال عبيته أكثر من نموذج تلقائيا رح يزيد العدد. أهم شيء بيبقى بعد الانتهاء والعودة إلى مركز العمل إعادة الاتصال بالإنترنت حتى تبلش عملية مزامنة البيانات لإرسالها إلى منصة إمباكت، أي بما يعرف بسينكينج. بتم من بعد إرسال رسالة نصية للشخص المعني بتتضمن رابط التلقيحي الخاص مع رمز التسجيل. في حال مواجهة مشكلة بعملية السينك بإمكانكم الضغط على القائمة الرئيسية وعلى النماذج للإطلاع على السبب، والرجاء متابعة المشاكل في حال حصولها مع المنسئين.